طالما أنت تحدثت عن رواية بنات الرياض، كما قلت بالنسبة لتجربة غازي القصيبي تركي الحمد أنها فتحت الأفق أمامنا على مستوى المغامرة، مغامرة في المضمون وليس في الجوانب الفنية. طيب ممتاز، هذا كلام كثير مهم، أنا أعلق عليه بعد ما أدخل. هذه كانت بالنسبة لنا مهمة أيضا، كما كانت تجربة رجاء صانع في هذه الرواية قدرتها على جذب عدد هائل جدا من القراء، يعني يكفي أنها عرفت عدد كبير من القراء أن ثمة ما يسمى رواية، لا أحد يعرف ما هي الرواية. أنا متأكد أن هناك من قرأ روايته وهو لم يقرأ روايته من قبل، أول عمل ممكن بالضبط يقرأ. فهذا أيضا يحسب لتجربتها. لا يعني الحين هذه خلنا نقول ما يستفاد ثقافيا. لا لا، أنا بحكي معك، إذا كان القصيبي والحمد فتحوا لكم مساحة للتجريب في المضمون، طب خل هذول يفتحوا مساحة للتجريب في الفنيات. يعني لا أعتقد هي المسائل الفنية والجمالية مختلفة، يعني مختلفة. أنت تبني على تجارب طويلة، يعني حينما تقرأ يعني إرث مثلا في القصة القصيرة المصرية أو حتى في الرواية المصرية، الرواية في دول عربية أخرى في العراق في لبنان، تقرأ أيضا رواية مترجمة من لغات مختلفة لروائيين كبار، وتعرف كيف تبنى الرواية، معمار كيف تبني هذه الرواية، وليست ثرثرة إنترنت. شيل المعمار يا أخي، خل يعني لما تظل معمار هذا يعني أنه في كتالوج، في قالب جاهز على الواحد أن يقرأه قبل أن يكتب رواية. لا، ليس بهذا الشكل، ليست المسألة المعمار، لك أن تجرب في المعمار لكن لا يمكن أن تصنع شيئا بلا مبنى. يعني هو المعمار يختلف من شخص إلى آخر، معمار الرواية، لغة الرواية تختلف من شخص إلى آخر، وليس بهذا الشكل. يعني دعني أطرح لك مثال بسيط، مسألة لغة الرواية، حينما أكتب مثلا رواية القارورة لأنها تتناول شخصية امرأة تدرس مرحلة الماجستير وهي إلى حد ما امرأة مثقفة تحكي بسلاسة، حينما أصل في أحد الفصول إلى قراءة النص الصك القانوني لطلاق المرأة، فأنا أتحدث بلغة قانونية صرفة. طيب بس هذه المستويات من اللغة مهمة للغاية. بس في زي هذا الجانب، يعني إذا أنت كنت تضرب مثال بأعمال رائد الغازي القصيبي، يا أخي غازي القصيبي الله يرحمه هو من قدم رجاء صانع، يعني لم يلتفت غازي القصيبي لهذا العدوان اللي تمثل رجاء صانع وجيلها على القواعد الفنية للرواية؟ لا، ليس عدوان. يعني رجاء صانع حينما كتبت الرواية، هذه الرواية، أنا لا أريد أن لا أتمحور الحديث عنها، هو الكلام فقط عنها كنموذج. خليني أختصرها لك، أنتم خلنا نقول الجيل الرائد، يعني ما نبي نكبرك، شوي وقفتوا موقف مضاد للأصوات الجديدة في الرواية. لا، ليس صحيح. يعني محمد حسن علوان قدم رواية مهمة، محمد أيضا يحسن من الأصوات الجديدة، يعني في مرحلة يمكن رجاء أو قبل قليلا في هذه الفترة الزمنية، لكنه قدم أعمال متميزة وما زال يكتب بشكل متميز، وبنى أيضا اسم لأنه جاء يعني على بنية أساسية حقيقية في الفن الإبداعي، يعني سواء على مستوى الرواية أو على مستوى الشعر وغيره كثير. يعني يعني كذا اسم أيضا في الرواية، يعني قدمت أصوات، يعني قدمت تجارب مختلفة. طيب